زهقوا من الستات وقال لك ما تيجي نشتغل في الرجاله، اهو شعرهم قصير وكل يوم والتاني بيحلقوا، فرصه ناكل من وراهم عيش. دينا ودعاء اتنين بنات عملوا قلق في دمياط بسبب صالون حلاقه فتحوه وقالوا في الاول انه للرجاله بس. ايه حقيقه صالون الحلاقه ده وايه اللي عملوه اصحابهم لما زعل منهم اهل دمياط؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. اللي بيحصل في دمياط الفترة دي لازم كلكم تعرفوه، الدنيا هناك مقلوبة كلها على بعضها بسبب صالون حلاقة أصحابه اتنين بنات وقالوا في الدعاية بتاعتهم إنه للرجال فقط، والبنات هي اللي هتحلق للرجالة فيه، يعني العمال والصناعية في الصالون هيكونوا بنات مش رجالة، وده طبعًا زعل عدد كبير من أهل دمياط. في ناس قالت ده ما يصحش وان كده عيب وغلط. على حسب كلام البنتين في لايف لموقع تحيا مصر الاخباري، فاهل دمياط زعلوا في الاول لما عرفوا ان صالون الحلاقه اللي هيحلق فيه للرجاله هم البنات. فاول الكلام خالص كانت الترتيبات ان يكون في صناعيه حلاقه من البنات ويكونوا شطار جدا في شغلانتهم، بنات فاهمه كويس ومتدربه ازاي تمسك المقص وازاي تستخدم مكنه الحلاقه على شعر الزبون، والاهم انها تكون بتعرف تتعامل كويس مع الزباين باحترام وادب في نفس الوقت. بس بعد ما لقوا اصحاب الصالون ان اهل دمياط زعلانين قوي، وقتها قرروا اصحاب الصالون انهم يغيروا من النظام خالص، وقرروا وقتها ان الصناعيه يكونوا من الشباب وما يكونش فيه بنات شغاله في الصالون. اللافت بقى ان الدعايه السلبيه والسمعه السيئه اللي طلعت على المحل دي خلت زباين كتير يروحوا هناك، يروحوا يحلقوا شعرهم ويشوفوا في نفس الوقت ايه اللي بيحصل في الصالون ده. يعني الموضوع كده جيب مصلحه لاصحاب صالون الحلاقه وراح ليهم زباين كتير. دلوقتي توسع اصحاب صالون الحلاقه واعلنوا عن تخفيضات وقالوا ان اي ولد صغير هيروح يحلق في صالون الحلاقه هيدفع نص اجره الحلاقه، يعني لو المفترض يدفع 100 جنيه في الحلقه الواحده فهيدفع 50 جنيه بس. وكذلك الحال للشباب الكبار، هم كمان هيكون ليهم خصم في صالون الحلاقة بمناسبة الافتتاح. دول بقى هيبقى ليهم خصم مش بس فلوس، دول هيبقى خصمهم ان هيتعمل لهم جلسات تنظيف بشرة وترويق مع الحلاقة نفسها، يعني اللي هيدخل هناك هيطلع متروق عليه على الاخر خالص، حالق وكمان عامل ماسك وتنظيف بشرة وكله بتمن حلقة واحدة بس. والعرض ده مش طول العمر، ده هيكون لفترة مؤقتة بمناسبة افتتاح صالون الحلاقة. في النهاية وبعد ما عرضنا ليكم حكاية صالون الحلاقة اللي قلب الدنيا في دمياط بسبب اللي اتقال عليه والدعاية اللي حصلت له انه مخصص بنات تحلق للرجاله، انتم من رايكم صالون الحلاقه كان ليه الحق انه يحط صف العمال يكون كله بنات بس بتحلق للرجاله ولا لا؟ مستني اشوف رايكم في الكومنتس.